مرحبا، واضح معكم الممثل والفنان أمين ميموني من الجزائر. هل راح يجي يوم ونتخلى على التمثيل؟ هذا السؤال نطرحه بزاف على نفسي، وعلى بالي ما عندوش جواب، لأنه كما قلت لك سابق التمثيل رجع شيء يعني مهم لي، ونحب التمثيل. فقدت جدتي يعني أمي، بكيت عليها ربي يرحمها، وتاني شيء بكيت لأنه قعدت أكثر من 6 أشهر بعيد على أولادي وبيتي، وهذا شيء صعب يعني بسبب الكوفيد. مخرج أمريكي كونتان تارانتينو، شفت الأفلام تاعه والإخراج تاعه يعجبني بزاف، عندي 3 أيام اللي كانوا أسعد أيام في حياتي. أول يوم 25 أكتوبر 2011، يعني زاد عندي بنت. ثاني يوم 1 جانفي 2013، زادت عندي بنت ثانية. وثالث يوم أسعد في حياتي، زاد عندي ولد 23 مايو 2021. أنا عندي أحمد عياد المدعو رويشد، أنا بوموا من أحسن الممثلين في العرب يعني. تكون مشي كما سيزون 2 سيزون 1 فيها احداث جديده، والدور راح نتقمصو انا سفيان، راح يشوفوه كثير يعني اكثر من سيزون 1 سيزون 2، وراح يكون فيه تنافس بين ممثل محمد رغيس دور خالد، يعني تنافس في الادوار مش في التمثيل. وإن شاء الله نتمنى أنه يعجب الشعب الجزائري. شكر واضح، نشكركم على الدعوة وعلى هذا الحوار اللي عملته معكم، ونشكر كل الشعب الجزائري.